السلام عليكم. اليوم بدي أعلمكم على طريقة كتير مهمة وحلوة بكيفية تعقيم قشر البيض من أجل طحنه ومن أجل طبعا استخدام البودرة اللي بتطلع منه لتقوية العظام وللنمو. كتير من الناس بيقولوا انه ممكن هيدا البيض او قشر البيض يسبب لنا نوع من الامراض او هيك. انا اليوم بدي اقولكم انه في طريقة كتير مهمة، واللي عندهم خوف في طريقة كتير مهمة لتعقيم القشر، طريقة كتير رائعة وكتير مضمونة، وهي عبارة عن حامض الليمون او ملح الليمون اللي بنشتري بالعادة. شو هو ملح الليمون؟ ملح الليمون كتير كتير مهم، وهو نفسه الحامض الموجود عنا بالبيت، يعني مثل الليمون الطازة، ولكن علميا اسمه ستريك أسيد. ولكن الفرق بينه وبين الحامض العادي الليمون العادي انه بودرة وانه رخيص ومتوافر بكثرة. هيدا هو الفرق بينه وبين الحامض او الليمون الطازة. هلأ ملح الليمون، ليكو انا كيف رح اعقم القشر البيض. ملح الليمون بيحتوي على ستريك اسيد، وهو معقم قوي لكل البكتيريا والفطريات. انا رح جيب ملح الليمون رح حطه هون مثل ما شايفين. اذا مثل ما قلت بيحتوي هو على هو ستريك اسيد ومعقم كتير قوي لكل البكتيريا وكل الفطريات وكل الجراثيم الممرضة. نحن بشكل عام علميا منقله الاواسط الحمضية اواسط غير صديقة للجراثيم بتاتا. بيكفي فقط انه نغسل القشور بالماء. نحن انا طبعا غسلت القشر بالماء ورح ننقعهم بحامض الليمون او بملح الليمون لمدة ساعة ساعة ونص. بهذه الطريقة نحن رح نضمن التعقيم. رح ضيف ماي للملح الليمون. هيدا ماي مثل ما شايفين، رح نخلطهم كتير منيح لحتى يدوبوا. بهذه الطريقة رح نضيف هلأ قشر البيض مثل ما شايفين. هلا طبعا انا هون عندي الكاس شوي صغيره، فينا طبعا انا هون عم فرجيكم طريقتي انا بتعقيم القشر، لانه في كتير اسئله اجتني بالفيديو القديم بكيف بتعاني من كسر القامه. الحل موجود. في كتير اشخاص خافوا من الموضوع وسالوني طيب البيض ممكن قشر البيض ممكن يسبب لنا امراض، ممكن يسبب امراض معديه، امراض كتير يعني سالوني. فهون انا عم جاوبكم وعم قلكم طريقه التعقيم يلي عنده خوف. طبعا هلا طبعا نحن رح ننقعهم لمدة ساعة أو ساعتين. إذا بحال نقعناهم يوم كامل، يوم كامل لمدة 24 ساعة، رح يتفاعل قشر البيض مع الحامض اللي ما حطيناه لحامض الليمون، ورح يتفاعلوا مع بعض ورح ينتجوا مادة تانية وهي مادة ستريت الكالسيوم. نحن ما بدنا نعمل هذا الموضوع، نحن فقط بدنا نعقم لمدة ساعة أو ساعتين، بعد أو ساعة ونص. بعد ما نعقمهم طبعا نرجع منشيلهم. بعد هلا هون انا عم قلكم الفكره، نحن هلا بعد ما نعقمهم بنشيلهم بهيدي الطريقه، بنغسلهم بنرجع وبنتركهم ليجفوا نهائيا. بهيدي الطريقه نحن عم نضمن انه قشر البيض ما في ولا بكتيريا، ما في فطريات، ما في جراثيم ممرضه معديه. ان شاء الله اكون قدمت لكم فكره كتير صغيره عن كيفيه التعقيم. طبعا بعد ما ينجف يصير البيض قشر البيض يعني يجف على الاخر، ساعتها بنطحنه وبنستخدمه طبعا لنمو عند الاطفال ونمو طبعا لقبل البالغين، بمعنى طحنه ووضعه بالحليب او مع العسل اللي بيحب. موضوع كتير مهم، ان شاء الله تستفيدوا وان شاء الله تكون عم اقدم لكم معلومات لاول مره بتسمعوها ولاول مره طبعا. وهيدا الموضوع كتير مهم للأطفال. يعني أنا في كتير كمان إجتني أسئلة أنه أنا ابني عمره 3 سنين أو أنا ابني عمره 4 سنين، لا ننطر شوي. أنا بلشت لابني بعمر 5 سنين، أعطيته تقريبا، صرت أعطيه يومي يوم أي يوم لا أعطيه من بودرة البيض، واستفاد كتير وصرت لاحظ أنه ابني عم يتولد. كل 6 أشهر ابني عم يطول ما شاء الله وعم يزيد طول. هلا اكيد نحن
مش بعد ما نستخدم قشر البيض المطحون بعد شهر نطلع بحنيه بعد ما طولنا. يعني احنا مانينا جهلين، مش بسرعة شهر بدنا نطول الموضوع، بده ما يقارب 5 أشهر الى 6 أشهر نلاحظ الفرق بالطول، بس الموضوع بده صبر وبده تأني. وبدي ودعكم ان شاء الله مع ملتقانا بفيديو اخر. الى اللقاء.